جمال محمد محمد، عمرها حوالي سنة ونص، تعاني من سوء التغذية الحاد المتوسط، كانت تعاني من هزال وفقدان الشهية ونقص الوزن أيضا. عند وصول الفريق العيادة المتنقلة تم وزن هذه الطفلة، واكتشف أنها تعاني من سوء التغذية الحاد المتوسط هذا، وأعطيت بعض الغذاء من البلمبي وما شابه بعض الأغذية. حالة الطفلة الحمد لله في تحسن ملحوظ، ونشكر الفريق اللي اجتهد في متابعة الحالة، وبصراحة ما قصر بحكم أنهم في منطقة ريفية وعرة، لكنهم استطاعوا أن يسيطروا على هذه الحالة، مما كانت هناك نتائج إيجابية يعني الحمد لله. أشكر الفريق العامل في العيادة المتنقلة، وأشكر منظمة أدرا، وأشكر راعي لأمواس هذه.